لا، لازم نسافر فوراً، الله يحميكي من عنده. يا حماتي الله معكم، تفضل. ماهي حبيبتي، صاير معك شي؟ عم تدقي على التليفون لجوزك من فترة، ورغم هذا كله شابد ما دق لك ولا مرة واحدة. كان بيقدر يتصل ويقول إنه رح يتأخر بالجاية، ورغم هيك ما اتصل. فيني أسألك سؤال؟ معقول تكوني أنت وزوجك صاير بيناتكم مشكلة؟ ليكي ماهي، ما تخبي عني بنوب، مو منيح أبداً إنه تخبي أي شي عن أمي. إذا لقلي أنا ما بدك تحكي شو صاير معك، لمين بدك تحكي لكان؟ أنتي الآن على الفاضي يا أمي، الموضوع مو مستاهل كل هالشي، بس شاب بيحب شغله كتير، بيكون باجتماع مهم لأنه هو بيفضل دائماً إنه ما يقصر بشغل الشركة، بس القصة مو أكتر من هيك. ماشي طيب، بس بالي كان مشغول عليك، تعال. ماهي، بظن إنه جوزك هلأ مشغول كتير مشان هيك تأخر بالجاي لعنا. أنا برأيي المفروض تتصلي فيه وتقلي له إنه رح تنامي هون الليلة. لا لا يا أبي، فيني روح لحالي. بنتي، الحكي اللي قاله أبوكي صحيح، بكرة روحي على البيت. لا تعرفي ماهي، لما البنت المتزوجة جديد بتروح تنام عند بيت أهلها فوراً بيكون فال مو منيح. طيب ليش ما بوصلها أنا؟ مشان ما تروحي لحالك بهالوقت. إيه، بظن إنه هيك رح يكون أحسن. جودو يلا ضب لي هالغراب. إيه ماشي. منيح هيك بنتي؟ طول اليوم عم بتصل بشعب، بس ليش ما عم بيرد علي؟ يا ترى وصل على الوقت مشان يجيب ماهي؟ مساء الخير يا دي ام. ماهي شو وينك انت يا مرتي الحلوة؟ ابني ليش جاي لحالك لهون؟ ليش ما اجت معك ماهي؟ شو هالحكي يا دي ام؟ قلت لك تجيب ماهي من بيت اهلها، راحت لحتى تشوفهم بعد العرس. طيب انت وين كنت طول هالوقت؟